السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. في حالات قصر القامه بنحتاج هرمون النمو كعلاج، وهو فعلا بيبقى فعال في الحالات اللي هو انديكيتد ان هو يتاخد فيها في حالات معينه. وبيتبادر في ذهن الاباء والامهات اسئله، ازاي نحضر حقنه السوماتروبين؟ الحاجه الثانيه، امتى يا دكتوره سامي هنوقف العلاج؟ الحاجه الاخرى، هل هرمون النمو له اضرار؟ هل له اعراض جانبيه وله اضرار؟ الحاجه الاخرى، هل في عوامل طبيعيه ممكن تساعد ولادنا ان هم يطولوا ويستفيدوا من هرمون النمو اللي احنا بنديه لهم؟ كل الاسئله دي هجاوب عليها النهارده ببساطه واختصار في هذا الفيديو. اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. مهم جدا نعرف ان هرمون النمو عباره عن حقنه تحت الجلد يوميا، مفيش حاجه اسمها يتاخد مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع، دي نقطة مهمة. بالنسبة لطريقة تحضير هرمون السوماتروبين، هو بيبقى عبارة عن فايل ودي فيها البودر الخاص بهرمون النمو، وعبارة عن أمبول بتحتوي على مية الحقن، بس أنا كسرتها وحضرت الحقنة قبل التصوير. بنسحب 100 شرطة إنسولين من المية، 100 شرطة دول يعادلوا 1 سنتي، بنستخدم سرنجة إنسولين 100 شرطة مش 40 شرطة. بعد كده نبتدي نحقنها تدريجيا في الفايل، اللي هي الفايل اللي هي بتحتوي على هرمون البودر الخاص بهرمون النمو، زي ما انا هعمل كده دلوقتي. طب ليه نحقن تدريجيا؟ نحقن تدريجيا لان ده هرمون وبروتين ممكن يتكسر لو احنا دفعنا حقنا الحقنة مرة واحدة. طيب نحقنه ازاي؟ اهو كده، ما ننزلهوش مرة واحدة، تدريجيا واحدة 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 واحدة، تدريجيا واحدة واحدة واحدة، تدريجيا واحدة واحدة واحدة. بعد ما نحقن الحقنة بمية الحقن، نسيبها لوحدها، هي لوحدها بتدوب، ما بتحتاجش ترج، لأن رج هرمون النمو ممكن يكسر هرمون النمو. هو اهي دابت دلوقتي لوحدها من غير ما رجها، من غير أي حاجة. طب لو الطفل محتاج 50 شرطة انسولين، الدكتور المعالج طلب ان الجرعة تكون 50 شرطة انسولين على حسب وزن الطفل. في الحالة دي بنسحب بسرنجة الانسولين 100 شرطة 50 شرطة انسولين من الفايل اللي احنا حللناها بتاعة هرمون النمو، وياخدها الطفل النهاردة تحت الجلد، والباقي يسيبه باب التلاجة ياخده تاني يوم. لو محتاج 70 شرطة هيسحب 70 شرطة النهاردة، والباقي يتساب في التلاجة لتاني يوم، ونكمل عليه بحقنة تانية. والطفل محتاج حقنة وربع، في الحالة دي بنحلل حقنتين. الحقنة الأولانية نحللها ب50 شرطة انسولين من مية الحقن، والحقنة التانية نحللها ب100 شرطة انسولين من مية الحقن، ونسحب بسرنجة الانسولين 100 شرطة 50 شرطة اللي حللناهم في الحقنة الأولانية، و25 شرطة من الحقنة التانية. ولو محتاج حقنة ونص برضه بنسحب 50 شرطة اللي احنا حللناهم في الحقنة الأولانية، ونسحب 50 شرطة من الحقنة التانية اللي حللناها في 100 شرطة انسولين، 100 شرطة مية الحقن اللي هي الانسولين. كده ممكن دي طريقة حساب الجرعة عن طريق بالنسبة لهرمون السوماتروبين. طب ايه اماكن حقن هرمون النمو؟ اماكن حقن هرمون النمو في نص الدراع من الخارج اليمين والشمال، وفي نص الفخذ من قدام، وفي البطن زي حقن الانسولين بالظبط. ومهم جدا واحنا بنحقن عمودي، بنحقن الحقن عمودي ونسيبها شويه بعد ما نحقن هرمون النمو، ما نطلعهاش على طول عشان نطمن ان هو حصل له امتصاص ودخل الجسم. من ضمن الأسئلة اللي بتسألها يا دكتورة، إمتى هنوقف علاج هرمون النمو؟ علاج هرمون النمو توقيفه بيعتمد على السبب اللي احنا بندي بيه علاج هرمون النمو. كل الأسباب اللي احنا بندي بيها علاج هرمون النمو معظمها بنوقف عند تمام البلوغ وقفل العظم، إلا إذا كان الطفل عنده نقص هرمون النمو فبيحتاج هرمون نمو بجرعة بسيطة بعد تمام قفل العظم وبعد تمام البلوغ. فرق بين سن الطفل وعمر العظم، ممكن يكون الطفل سنه 11 سنة وعمر عظمه 9 سنين، أو ممكن يكون سنه 11 سنة وعمر عظمه أكبر من سنه. فهو المقصود إن احنا بنوقف حقن هرمون النمو عند تمام البلوغ وقفل العظم، وده بيقفل عند عمر عظم وليس سن، 15-16 سنة في البنات و 17-18 سنة في الولاد، وده عن طريق عمل أشعة بنعملها على الكف الشمال والرسغ الشمال.
فدي نقطة مهمة، فعشان كده مهم جدا تتابعه مع دكاترة الغدد. هل هرمون النمو له أعراض جانبية وله أضرار؟ هرمون النمو بالنسبة للأطفال لو اتاخد بجرعة مناسبة بالضبط على حسب وزنهم على حسب السبب اللي احنا بندي به العلاج، عمره ما بيعمل أضرار جانبية، وأنا ما شفتهاش في شغلي خالص أي أضرار جانبية لهرمون النمو. طيب الحاجة التانية المهمة، هل في عوامل طبيعية تساعد ولادنا أن هم يطولوا بصحة وعافية؟ مهم جدا ولادنا يناموا كويس ويناموا بدري، لأن احنا بندي حقن هرمون النمو في الفترة من الساعة 8 مساء للساعة 11 مساء، وهرمون النمو أساسا بيفرز في الجسم الساعة 8 مساء للساعة 8 صباحا، فعايزين نمشي زي الجسم زي هرمون النمو اللي بيفرزه الجسم، فيفضل يناموا بدري. وأنا لاحظت من خلال شغلي أن الأطفال في فترة الدراسة بيطولوا أكتر من فترة الأجازة. طب ليه؟ احنا المفروض بنتابع الاطفال دول وبنقيس لهم الطول بتاعهم كل 3 شهور، بلاحظ ان جروس فيلوسيتي او معدل زياده في الطول اكتر في فتره الدراسه، عشان الولاد بيناموا بدري في فتره الدراسه، وعشان في الصيف ما بيناموش بدري وبيسهروا وبيبقى قلبين ليلهم نهارهم، وده فعلا بيفرق كتير قوي في معدل زياده في الطول، عشان كده مهم جدا النوم بدري. طيب النقطة التانية المهمة، تجنب السكريات. مهم جدا نتجنب السكريات. السكريات بترفع سكر الدم مرة واحدة وبعد كده يفرز هرمون الانسولين، وهرمون الانسولين بيأثر على فعالية هرمون النمو. طيب الحاجة المهمة عشان نوصل لولادنا بنتيجة حلوة، مهم أيضا ممارسة الرياضة بانتظام، دي بتساعد قوي إن مع إعطاء هرمون النمو مع النوم بدري بتساعد قوي على إن ولادنا يطولوا. الحاجة الأخرى، نركز في الأغذية بتاعت ولادنا على العناصر الغذائية اللي تساعدهم على بناء الكتلة العضلية وتكوين هرمون النمو، وهو البروتين والزنك. البروتين والزنك دول موجودين في الأسماك، في اللحوم، في الدواجن، في البيض. نركز قوي على الأغذية دي بالنسبة لولادنا ونتجنب السكريات على قد ما نقدر. الحاجة المهمة أيضا الهدوء النفسي، مهم قوي الهدوء النفسي والحالة النفسية الكويسة لأولادنا. الحالة النفسية الكويسة فعلا بتساعد فعلا على استجابة ولادنا لهرمون النمو بصورة فعالة. كل ده بيدي نتائج حلوة لولادنا ويساعدهم يطوروا بصحة وعافية. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.